بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله، أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتفقهنا بها في ديننا وتهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وتثبتنا على الحق وتثبت الحق بنا، وتجعلنا في الظاهر والباطن كما تحب وترضى، وترحمنا وترحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة فقه السادة الشافعية من حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين، آمين. ونحن اليوم في آخر ناقد من نواقد الوضوء، ونواقد الوضوء عند السادة الشافعية خمسة يجب عليك أن تحفظهم تماما بغض النظر عن التفاصيل التي تحت كل نقطة، لكن خمسة يجب أن تحفظهم كما تحفظ الفاتحة. نواقض الوضوء خمسة، لو مشينا في الشارع وقفنا الناس في الشارع كده واحد واحد طابور زي ما بيعملوا بعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية ويسألوا بعض الناس وتقول لهم إيه نواقض الوضوء، لن تجد واحد يقول هم لك كاملين للأسف، وانت في بلد مسلم بقاله 14 قرن مسلم ولا يستغني الوضوء عنه مسلم أبدا، فلازم يبقى عارف. فضلا عن انك لو سألته ايه انواع النجاسات على سبيل الحصر دون الشرح ما يعرفش يقولهم برضو حصرا، ودي حاجات بديهية عند كل مسلم. فالمسلم معروف انه هو بيتوضأ، ومعروف انه بيصلي، والصلاة بتحتاج انه يتطهر من النجاسة. ده احنا كمان مش هنسأله عن النجاسة المعنوية، ده احنا هنسأله عن النجاسات الحسية، فما بالك بقى بالنجاسات المعنوية. ده النجاسات المعنوية اللي هي في القلب أشد، التلوث بحب الدنيا وحب الظهور وحب السيطرة وحب الانتقام والحسد وعدم الرضا، كل دي نجاسات في القلب تحول بين العبد وبين ربه. لكن من رحمة ربنا قال كفاية عليك النجاسات الحسية، اخلص منها وتعالى قابلني، وبعدين بعد كده ربك يطهرك قلبك. لو قال لك ما تقابلنيش انت طاهر الظاهر والباطن ما كنتش هتعرف تقابله ابدا، لكن فرض عليك انك تتطهر ظاهرا في الجسد والثوب والمكان من النجاسات، يبقى لازم تعرف النجاسات مش كده برضه عشان تصحي صلاتك. فلو سألت الناس ايه هي النجاسات على سبيل الحصر، يعني دعهم لك واحد اتنين تلاتة اربعة بس من غير ما يشرح، تجدهم برضو ما يعرفوش يقولوها كاملة. ولو سألتهم ايه نواقض الوضوء كده على سبيل الحصر بسرعة، واحد اتنين تلاتة اربعة من غير شرح، ما يقولوهاش كاملة، وده خطأ شديد بين المسلمين. لكن يقعدوا يختلفوا، نقول سيدنا محمد ولا ما نقولش سيدنا محمد في التشهد، ويعملوا لنا شغلان ويقولك بدعة، نحتفل بالمولد النبوي ولا ما نحتفلش، يختلفوا. وهي مسائل فرع 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 الفروع، وتركوا الأصول ما تناقشوش فيها، واخد بالك؟ دي مشكلة خطيرة، عدم معرفة الأولويات. يعني في أولويات لازم الواحد ياخد باله منها. نواقض الوضوء عند السادة الشافعية خمسة لا سادس لها، فأي حاجة لم نذكرها ما تقولش إنها بتنقض الوضوء، لا خلاص. أول حاجة خروج أي شيء من السبيلين، والسبيلين هو القبل والدبر، أي شيء يخرج من السبيلين عند الشافعية ينقض الوضوء. تاني حاجة النوم على غير هيئة الممكن مقعدته من الأرض، يعني لو نام جالسا ممكن مقعدته من الأرض حتى لو حلم ونوم عميق برضو وضوءه سليم على مذهبنا الشافعية، طالما ممكن مقعدته من الأرض، فإن نام على أي هيئة غير هذه الهيئة انتقض وضوء. ثالث حاجة زوال العقل بسكر أو مرض أو إغماء
او تخدير مثلا زي البنج دلوقتي برضو بيزيل العقل. ممكن واحد ياخد حقنة بنج كده يغيب 10 دقايق يفتحوا له خراج وكان متوضي، فما يفوق ما يروحش يصلي يقول ما انا خارج متوضي، لا يتوضى تاني لانه انتقد وضوءه بحقنة البنج لانه اغمي عليه. دي ثالث حاجة. رابع حاجة لمس المرأة الأجنبية، البشرة على البشرة، والأجنبية هي التي يجوز لك أن تتزوجها في صورة من الصور، أما التي لا يحل لك الزواج بها على الإطلاق على التأبيد هي دي اللي لمسها لا ينقض الوضوء. ويشترط أن يبقى إيه الذكر هنا واللامس والملموس وصل إلى مرحلة إدراك الشهوة ولو لم يشعر بها، مجرد أنه وصل لمرحلة إدراك الشهوة. إنما لو كان الراجل الكبير لمس طفلة صغيرة لا تشتهى لا ينتقد وضوء، ولو برضو امرأة لمس الطفل صغير لا يشتهى لا ينتقد وضوء، لكن الشرط أنه الاثنين يصلوا لمرحلة إدراك الشهوة ولو لم يقصدوها ولو لم يشعروا بها. حتى لو بلغوا من الكبر عتيا، لو واحد عنده 90 سنة لمس واحدة عندها 90 سنة انتقد وضوءه برضو على مذهب السادة الشافعي، حتى لو هم مش من أهل إيه هذا الموضوع. يبقى لمس المرأة الأجنبية بشروط أن تكون البشرة على البشرة، واستثنوا السن والشعر والظفر، فإن لمس السن أو الشعر أو الظفر لا ينتقد وضوء. واضح؟ لأنها هذه الأشياء لا تسمى، لا أو لامستم النساء، الآية بتقول كده. الإمام الشافعي راجل عربي قرشي وتعلم أشعار الهزاليين وكان حجة عند في العرب عند اللغويين، ففهم كلمة اللمس عند العرب معناها إيه، والقرآن نزل بلغة قريش. قال عند العرب لا يسم الرجل لمس امرأة إلا إذا لمس بشرتها، أما لو لمس شعرها فلا يسمى عند العرب لامس، وإذا لمس سنها وظفرها لا يسمى عند العرب لمسها. فهو خدها بالمعنى اللغوي والقرآن لغة، واضح؟ فعلشان كده استثناها، بالإضافة لأنها ليها معنى عقلي أن هذه الأشياء لمسها لا يؤدي إلى شهوة ما كذلك، يبقى بالتالي استثنوها. استثنوها إما بالعرف اللغوي بالمفهوم اللغوي أو بالعرف المعتاد عند البشر المعتادين أن هذه لمس هذه الأشياء لا يصحبه شهوة في الغالب عند إيه؟ عند الناس اللي هم سليم الطبع. الخامس وده موضوع النهاردة بقى اللي هو آخر ناقد من نواقض الوضوء، لمس القبل والدبر بباطن الكف. لمس القبل اللي هو الذكر عند الرجل والذكر بالذات، لكن لمس الخصيتين ما ينقضش الوضوء، الذكر بس. لو لمس الخصيتين لا ينقض وضوء. وحلقة الدبر على المذهب الجديد عند الشافعي أضاف حلقة الدبر إليه، لأن في مذهبه القديم كان يقول لمس الذكر بس، الحديث إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فليتوضأ، ثم بعد ذلك قاس الدبر عليه لرواية إذا أفضى أحدكم إلى فرجه فليتوضأ فأدخل الأنثى مع الذكر، فصار لمس القبل والدبر بباطن الكف لمعنى الإفضاء، لأن أفضى يعني باطن الكف هو اللي إيه؟ لأن لا يسمى لغة الإنسان أفضى إلى شيء إلا إذا كان بباطن كفه، وعشان كده قال باطن الكف بس، يعني لو لمس بظهر كفه أو بأي جزء من جسده أو برؤوس أصابعه أو بجوانب أصابعه لا ينتقد وضوء. ويشترط أن يكون اللمس بغير حائل عشان ينتقد للوضوء. هو ده موضوع النهار، لمس القبل والدبر اللي حلقة الدبر بباطن الكف. هنقرأ بقى الشرح لأن في أثناء الشرح بيدي لك تفاصيل عشان يعمل منك فقيه، لكن كده احنا عملنا منك مسلم، كل مسلم لازم يعرف هذه الحقائق. الزيادة بقى عشان تبقى فقيه، يعني كل اللي بنقراه بقى لتصبح فقيها لا لتصبح مسلما، انت خلاص مسلم كده طالما عرفت الحقائق دي بقيت مسلم خلاص انتهينا سهل. فبيقول هنا والخامس وهو آخر النواقض، بنقرأ الأول في الهامش
والخامس وهو آخر النواقد مس فرج الآدمي بباطن الكف من نفسه وغيره ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا. ولفظ الآدمي ساقط في بعض النسخ المتني، وكذا قوله ومس حلقة دبره، أي الآدمي ينقض على القول الجديد، وعلى القديم لا ينقض مس الحلقة، والمراد بها ملتقى المنفذ وبباطن الكف الراحة مع بطون الأصابع، وخرج بباطن الكف ظاهره وحروفه ورؤوس الأصابع وما بينها، فلا نقض بذلك أي بعد التحامل اليسير. نقرأ بقى كلام الشيخ إبراهيم البيجوري في التفصيل بقى. يبقى المسلم اللي هو في كيجي وان في الحضانة يعني لازم يبقى عارف ان مس الذكر ينقض الوضوء. المسلم بقى اللي خد إعدادية وثانوية عامة ودخل الجامعة وكبر لازم يعرف التفاصيل، هل ذكر وذكر غيره، وهل لازم يبقى سن معين ولا اي سن، وهل لو كان ميت يختلف الحكم عن الحي، وهل لو كان مقطوع غير المتصل. يبقى عايز يعرف تفاصيل بقى لانه كبر بقى، كبر بقى وبقى دكتور وبيروح يكشف على الناس ويحط ايده ساعات، وكبر وراح للدكتور وعي والدكتور لمس حاجة فيه فهل انتقد وضوء ولا لا. يبقى تعرض في حياته لما كبر الى مواقف كثيرة محتاجة اجابات، فطالما محتاج اجابات يبقى محتاج يبحث، محتاج يتعلم. يبقى ما تكتفيش بمعلوماتك اللي انت خدتها في سنة اولى ابتدائي والقبلة وقفت تحكي لك نواقض الوضوء حسب معلوماتها الضعيفة، وتعيش طول عمرك تعبد ربك على نواقض الوضوء اللي انت خدتها من القبلة في سنة اولى ابتدائي. وفي ناس كده للأسف، فلازم تحاول ترقي ايه معلوماتك. والخامس وهو آخر النواقد، إنما قال وهو آخر النواقد للإشارة إلى أن قوله ومس حلقة دبره من جملة الخامس كما سيأتي، لكن إنما ينتقد وضوء الماس دون الممسوس. إحنا قايلين إن في لمس المرأة الأجنبية اللامس والملموس ينتقد، لكن هنا اللامس بس هو اللي ينتقد، الملموس ما ينتقدش. يعني لو دكتور كشف، دكتور في عيادة المسالك البولية كشف على مريض فمس الطبيب ذكر المريض، المريض لا ينتقد وضوء وينتقد وضوء الطبيب، فهمت؟ لكن الطبيب في عيادة أمراض النساء لمس المرأة وكشف عليه أي جزء في بدنها انتقد وضوء المريض والطبيب، واضح؟ لأن اللامس والملموس ينتقد بلمس المرأة، ولكن في الذكر اللامس دون الملموس، واضح؟ يبقى دي نقطة هامة. كذلك المرأة في عيادة النساء بتكشف عليها طبيبة، فالطبيبة لمست فرج المريضة، الطبيبة انتقد وضوءها لو ما كانتش لابسة جوانتي، لكن لو لابسة جوانتي لا ينتقد لا وضوء المريضة ولا الطبيب لأن في حائل. لكن افرض لمست من غير جوانتي، يبقى انتقد وضوء الطبيبة دون المريضة، لأن في مس الفرج يشترط في النقد أن يكون الماس فقط هو الذي ينتقد وضوء، أما الممسوس لا. وعشان كده في فرق بين المس واللمس، لمس المرأة ومس الذكر، شوف اللفظين مختلفين، لمس ومس، فهم؟ أول فرق إن في المس ينتقد وضوء الماس دون الممسوس، وفي اللمس ينتقد اللامس والملموس، واضح؟ تاني حاجة ان في اللمس بأي موضع من البدن يحصل النقد، بأي موضع، بظهر ايدك، بكفك، بكتفك، بدراعك، برجلك، بأي حاجة، طالما حصل بشرة على البشرة يبقى ينتقد، لكن هنا ببطن الكف مش بأي موضع، يبقى في فرق تاني كمان. وهكذا هتجد ايه في فروق هتقابلك عشان تعرف الفرق بين المس واللمس. وساعات يسألوا في سؤال الشفوي اللي بيمتحن في الازهر، يقول له ما الفرق بين المس واللمس في نقض الوضوء، واخد بالك؟ الشيخ يسأل كده الطالب عشان يشوف فاهم ولا مش فاهم، فهتشوف في اثناء الشرح ان في فرق كبير بين ده وده. اللمس يكون
اللمس يكون لمس المرأة أو للرجل، ولكن بأي جزء من بدنه؟ أيوة، بغير حائل، بالشروط دي، ويستثنى وتكون أجنبية ويكون بلغوا سن إدراك الشهوة. لكن خد بالك بقى في المس، المس ممكن من نفسك، حتى من نفسك أو من غيرك، واضح؟ بباطن الكف بس، حتى ولو من صغير. لكن في احنا قايلين في اللمس لو كانت صغيرة لا تشتهى لا ينتقد، مش كده برضو؟ لكن في مس الذكر حتى لو صغير، واضح؟ هتقابلك الفروقات، الفروق هتقابلك الفروق واحنا بنقراها بعد ما نخلص الباب. اي ما قال لك سواء من آدمي، مس الفرج من آدمي سواء كانوا الاثنين متحد الجنس او مختلف الجنس، واضح؟ مختلف النوع يعني، بلاش الجنس، لان المرأة والرجل جنسهم واحد وهم انسان، لكن اختلف النوع، في فرق بين الجنس والنوع، واخد بالك؟ فالجنس انسان والنوع ذكر او انثى، مش كده برضو؟ يبقى لو اختلف النوع يبقى اللمس يشترط اختلاف النوع، انما المس ما يشترطش اختلاف النوع، واضح؟ يعني ممكن ذكر يلمس ذكر غيره ينتقد وضوءه طالما بباطن الكف، واضح؟ زي ما قلت لك الطبيب او المرأة اللي بتغير لابنها، فلمس الذكر وهي بتغير له او صغيره وابنها ينتقد، لكن في اللمس لو صغير ما ينتقدش وضوء بلمسه، واضح؟ في فرق بين دي ودي، يبقى عايزين نشوف الفرق. انما ينتقد وضوء الماس دون الممسوس، الممسوس اللي هو المفعول اللي وقع عليه، بخلاف اللمس فانه ينتقد وضوء كل من اللامس والملموس، وهذا احد الامور الثمانيه التي يخالف فيها المس اللمس. يبقى في ثمان فروقات، ثانيها انه لا يشترط في المس اختلاف النوع ذكوره وانوثه، يبقى لا يشترط في المس اختلاف النوع. اصبر يا ابراهيم، يا ابراهيم اعرض عن هذا، الصبر جميل. لا يشترط في المس اختلاف النوع ذكورة وأنوثة بخلاف اللمس، خدت بالك بقى؟ فإنه يشترط فيه ذلك. ثالثا أن المس قد يكون في الشخص الواحد، يعني ممكن الإنسان يلمس ذكر نفسه وينتقد، إنما في اللمس لازم يكون مع حد مختلف عنه، بخلاف اللمس فإنه لا يكون إلا بين اثنين. رابعها أن المس لا يكون إلا بباطن الكف، عشان ينقد لازم يكون بباطن الكف، بخلاف اللمس فإنه يكون بأي جزء من البدن ما عدا السن والشعر وإيه والظفر، لأنه ده معروف مستثنى في الشرح اللي فات. خامسها أن المس يكون في المحرم وغيره، المس سواء كان حتى محرمك، احنا قلنا المرأة بتغير لابنها، مش ابنها ده محرمها؟ يبقى ينتقد وضوءها برضه على مذهبنا احنا الشافعي، خدت بالك ازاي؟ يبقى ايه؟ يكون في المحرم وغيره، بتغير لأبيها، أبوها كبر وبقى راجل كبير ودخل التحميه مثلا، يبقى برضه ينتقد وضوءها، محرمها ينتقد وضوءها في المس بالذات، خدت بالك؟ يبقى أن المس يكون في المحرم وغيره بخلاف اللمس، فإنه يختص بغير المحرم، احنا قلنا الأجنبية، لمس المرأة الأجنبية، إنما في مس الذكر ما جبناش سيرة الأجنبي ولا مش أجنبي. سادسها أن مس الفرج المبان المقطوع يعني ينقض بخلاف لمس العضو المبان، احنا قلنا لو واحد حصل انفجار زي ما بيحصل وقتي في الحروب اللي بتشوفها، ولقوا دراع امرأة منفصل عنها كده، فراح واحد شاله علشان يوديه يدفنه، فلا ينتقد الوضوء بلمسه لانه ده مفصول عنه. لكن لو ذكر مبان ولمسه وخده علشان يدفنه ينتقد الوضوء، يبقى هنا في فرق بين المس واللمس في العضو المبان، ان العضو المبان المفصول في الذكر ينقض الوضوء بلمسه، وفي اللمس لا ينقض الوضوء بلمسه، واضح؟
سابعها المس بالفرج بخلاف اللمس. المس ينتقد بايه؟ بمس الفرج مش باي حته، لكن اللمس اي حته، واضح؟ الرقبه، الخد، القوره، اي حته طالما بشره على البشره انتقد الوضوء، لكن المس ايه؟ مشروط بالفرج بس. سابعها المس بالفرج بخلاف اللمس فانه لا يختص به. ثامنها ان المس لا يتقيد ببلوغ حد الشهوه. احنا قلنا حتى لو صغير يبقى لا يتقيد ببلوغ حد الشهوه، بخلاف اللمس فانه يتقيد بذلك كما تقدم. بلوغ حد الشهوه من الاثنين، انما لو واحد بلغ والثاني لا، ما ينتقدش الوضوء بلمس ايهم في اللمس، انما في المس ما يشترطش بلوغ حد الشهوه. دي الثمان فروقات اللي بين اللمس والمس. لو انت فهمتهم تقدر تقولهم من غير ما تبقى عددهم، لو انت فاهمهم سهلين. ايوه، احنا لما نقول المس عند الفقهاء معناه مس الفرج، واللمس عند الفقهاء يعني لمس المرأة الأجنبية. يبقى اللمس عند الفقهاء مختلف عن المس عند الفقهاء. فما يقول لك ما الفرق بين اللمس والمس في نقد الوضوء عند الشافعية، هتقول له 8 تعدهم. لغة احنا دلوقتي بناخد فقه، مش احنا قايلين ان اللغة بتاخد معنى جديد بالفقه؟ يعني احنا قلنا ان الفقه لغة هو الفهم، مش كده؟ لكن في الشرع اصبح ايه؟ هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية، فاكتسب معنى جديد، مش كده برضو؟ كذلك فاللمس في الشرع اكتسب معنى جديد غير المعنى اللغوي ده، واصبح علامة على نقض الوضوء بشروط معينة. والمس يبقى احنا لما نقول نواقض الوضوء نقول المس واللمس وخروج شيء من السبيلين، واخد بالك ازاي؟ وزوال العقل، ويدخل في زوال العقل النوم والسكر والمرض. يبقى ممكن تختصرهم بأربعة، يعني ممكن تختصرهم تخليهم أربعة، مش كده برضو؟ تقول المس واللمس وخروج شيء من السبيلين، وبعدين لما تشرح بقى تشرح، وبعدين بعد كده تقول زوال العقل، وزوال العقل كان يكون بنوم على غير هيئة ممكن مقعدته، وكان يكون بسبب سكر أو مرض أو إغماء أو غيره. وعشان كده بعض كتب الشافعية يكتبوا نواقض الوضوء أربعة. ساعات بعض كتب الشافعية يكتب لك نواقض الوضوء أربعة عشان يدخل لك النوم وزوال العقل في نقطة واحدة. وممكن نخلي نواقض الوضوء ست، نحسب النوم لوحده وزوال العقل لوحده ونحسب الذكر لوحده وحلقة الدبر لوحدها، يبقوا ست. سهلة، عد ما تعد ما تفرقش، المهم اعرفهم. فهمت ازاي؟ تعرفهم بقى، تجمعهم ما تجمعهمش، تفرقهم، يبقى لا مشحة في الاصطلاح، لكن المهم تقول لي كل المعلومة. عايز تقول لي المعلومة كلها في سطر واحد تقولها لي في ست سطور، تقولها لي في صفحة، في يافطة كبيرة زي بتاعة الانتخابات، المهم قول لي المعلومة. فهمت؟ ادي المعلومة. ما خدوش بيه الشافعية، خدوا بيه الأحناف. قالوا منسوخ، قالوا منسوخ بحديث إذا مس أحدكم إلى ذكر فليتوضأ، وبعضهم ضعف إسناده، وبعضهم قال إن ده أقوى إسنادا من ده لما قارنوا الإسنادين، واخد بالك؟ وقالوا إن قد يكون حادثة حال، وقد يكون فيه خصوصية فيحتمل كتير، فطالما يعني تطرق للدليل الاحتمال يسقط به الاستدلال. مش محتمل يكون الرسول استثناه، يبقى حادثة حال محتمل لما قال له انه بضعة منك، خصوصا انه كان راجل كبير وفاني وبتاع. وقد محتمل انه كان ساعتها نقض الوضوء بلمس الذكر لا ينقض، ثم بعد ذلك العبرة باخر الامرين، ان الرسول قال اذا افضى احدكم الى ذكر فليتوضا بعد ذلك، يبقى بعد كده جاء حكم جديد فنسخ البراءة الاصلية، لان اذا يعني انه بضعة منك ماشي مع البراءة الاصلية. وبعدين لما يجي الشرع خرج البراءة الأصلية بحكم جديد، واضح؟ فعلشان كده الشافعية خدوا بحديث، أصل أنت لما يبقى عندك دليلين متناقضين لازم كفقيه تبتدي ترجح بينهما، ويبقى عندك بقى طرق ترجيح، الفقهاء بيبقى عندهم طرق ترجيح، قد يكون بالإسناد ده ضعيف وده صحيح، قد يكون بالتواريخ إن ده كان
متأخر ولا متقدم فناخد المتأخر يبقى ناسخ للمتقدم. قد يكون بالإجماع المنعقد بعده على ان ده خلاص مش معمول به، قد يكون بأسباب كثير. ايوه لان الحديث قال افضى افضى، الرسول ما قالش اذا لمس احدكم ذكره، قال اذا افضى احدكم، والافضاء لغه لا يكون الا بباطن الكف. طب هم عندهم مثل بظهر الكف برضه عند مين؟ الحنابلة. الحنابله عندهم كده ولا زي الشافعيه في المساله كلها؟ الحنابله عندهم حتى بظهر الكف، يبقى فهموا ان الافضاء يكون باليد كلها ظهرها وبطنها، لكن الشافعية أقوى في المسألة دي. مش عشان أنا شافعي على فكرة، لا والله مش عشان أنا شافعي، لكن من ناحية الدليل اللغوي القوي، لأن أنت لما تيجي تعمل حاجة بظهر إيدك لا يسمى عند العرب إفضاء أبدا. لما تلمس حاجة بظهر إيدك كده ما تسماش إنها إفضاء أبدا، إنما ما يسميش العرب أفضى إلا إذا كان بباطن كف، فمعناهم قوي. لكن الحنابلة كان غالب حالهم برضو يحتاطوا، قال لك الإفضاء يكون باليد، يبقى اللمس باليد بقى يجيها منها خلاص ينقض ورايح نفسه، يغلب عليهم هذا الإمام أحمد بن حنبل يغلب عليه هذا. أيوه على مذهب الشافعية تنتقد الوضوء لأن الزوجة أجنبية، لأن لو أنها أجنبية ما كانش يعرف يتجوزها، شيء أجنبية ما لو كانت محرم هيتجوز محرمه. الشافعيه كده، شفت بقى الشافعيه كده يتوضوا على طول عشان كده تلاقيهم بيلمعوا. ده واحد شفت ما ينفعش اقلب الحوار. انا مش عايز الخبطكم، عايز اشرح لكم مذهب الشافعيه، مش عايز الخبطكم، لكن ايه نقولها بعدين بعد ما نخلص الشافعيه كويس ونحفظها كده، اصل احيانا وانت لسه بتدرس المذهب وما هضمتوش وتاخد اراء كتيره تانية لا ده يثبت ولا ده يثبت، ولا تلاقي نفسك طلعت زي ما حضرت كانك ما حضرتش. لا ما رجعش عنه، مات عليه، مات عليه، روح اسال، مدفون جنبنا يعني، مات عليه. ممكن تجرب المشقه على الزوج، فممكن هو في الحاله دي ما يتجوز. لا ممكن يقل التوبه. لا ادم هيصلي ومراته عارفه انه راجل شافعي مش هتقرب له لحد ما الراجل يصلي، حتى يقدم له كوبايه الميه تقول له اهي الكوبايه اهي، وتحطها له على الترابيزه قدامه، خلاص هتعرف طبعه. اذا كانت لما بتعرف انه بيحب الكوره بتروح فاتح له التلفزيون على الماتش، مش كده برضه؟ طالما عرفت طبعك هتتعلم وخلاص وانتهي. انا جدي كان شافعي طول عمره، وكانت مراته وجدتي تعرف الحكايه دي، كنتش اقرب له خالص لحد ما يصلي، خلاص انتهينا، عارفاه 10 سنين طويلة وحافظة، فهمت ازاي؟ خلاص هي بتعرفك وبتعرفها وانتهينا على كده، سهلة. العلة ان ربنا بيقول او لمستم النساء، هي دي العلة، دي علة بعد دي علة، ربك قال لك او لمستم النساء. العلة الدليل اللي هو النص، دلالة النص، دلالة نص او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم، مش كده برضه؟ دلالة النص دي لوحدها مش انت عايز بعد النص علة. لا مش مذهب الشافعية، ده مش مذهب الشافعية. الأحناف عندهم خدوا بضعة منك وخلاص ومشيوا عليه للأبد الأحناف، بس عايز تبقى حنفي يبقى ينتقد الوضوء عندك لو اتجرحت، وينتقد الوضوء عندك لو اتأيت، واخد بالك؟ خليك حنفي بقى وامشي بقى في المسألة بقى على طول، إنما ملفق تبقى راجل ملفقاتي، تاخد من الأحناف هنا ومش عارف الشافعية هنا ومش عارف، تبقى ملفقاتي. والتلفيق له أدب وعلم، بحيث أن تكون صلاتك صحيحة على كل المذاهب، ما تبقاش بطلع على المذهب ده، يعني ما يكونش صلاتك بطلع على مذهب الأحناف ووضوءك صحيح على مذهب الأحناف وبطل على الشافعية، والا ينطبق في الاخر ان عملك كله باطل. يعني ما ينفعش تروح تتوضى من غير نيه وتقول الاحناف قالوا ان النيه سنه وليست ركن في الوضوء، وبعدين تروح تنوي خلف مفترض
فرض العصر تنوي خلفه ظهر، وتقول ما هو كده يجوز عند الشافعية، كده وضوءك له صحيح على الشافعية وصلاتك بطلع الأحناف، يبقى مش نافع، يبقى العبادة دي مش نافعة. فهمت؟ ادي خطورة التلفيق. ما هو التلفيق عايز علم، اللي هيلفها ده على فكرة عايز يبقى عالم. علشان ايه بقى؟ بحيث ان يبقى عمله صحيح على كله. فهمت ازاي؟ ما جمعوش الشافعية خدوها كده، ما انا بقولك الاحناف ما خدوش بيها خالص، والشافعية خدوا بيها، خدوا بيها مطلقا، والمالكية خدوا بيها مقيدة. ذكر نفسك بس، انما ذكر غيرك لا، فرج نفسك بس مش فرج غيرك. فطلعوا الدكتور وطلعوا الست اللي بتغير لابنها المالكية، لكن الشافعية خدوها على اطلاقها. واضح؟ سهلة يعني. يعني احنا مش عايزين نلفق، لحسن الوقت يبقى التلفيق في كل حاجة، فربنا ينجينا. انت الوقت امشي كده بما يرضي الله، على مذهب معين ثابت واضح في ذهنك، نواقض واضحة، اركان للصلاة واضحة، مبطلات للصلاة واضحة، تبقى عبادتك واضحة. في اثناء بقى طريقك ده ربنا فتح عليك واطلعت اكثر، وربنا جعلك من اهل الدليل، وبقيت تقدر ترجح بين المذاهب، وصلت كده بعد 20-30 سنة ان شاء الله يعني، لان دي حكاية عايزة بحث كبير علشان ما توصل. بعد كده ما يجراش حاجة بينك وبين نفسك بقى، ايه تتعبد بطريقة انت شايفها ان دي مناسبة ليك من خلال العلم اللي انت وصلته، لكن لا تلزم الناس بها ولا تأمرهم بها. واذا اردت ان تعلمهم لا تعلمهم ما وصلت اليه انت. ليه؟ لان انت لم تصل لدرجة الاجتهاد اللي بيها تدعو الى مذهب. خد بالك كل دي اداب لازم تعرف. بيبقى دي مسائل انت مطلوب انك انت لما تعلم الناس علمهم مذهب. انت بتعمل ايه؟ انا مليش دعوة بيك بقى. فهمت ازاي؟ انت بتعمل ايه دي حاجة بينك وبين ربك بقى، دي مسؤوليتك. عندك دليل، عندك حاجة، رأيك مستريح، قلبك مستريح للحكاية دي، قابل ربك عليها، انا مليش دعوة بيها، مسلم وحبيبي وكل حاجة على عيني وعلى راسي. لكن المذاهب قامت على قواعد مستقرة، كل مذهب قام على قواعد مستقرة وبنى عليها احكام كثيرة. فهمت ازاي؟ هدي لك امثله، واخد بالك، وان كان بودي ان انا اخلص النهارده دي. ازاي الفقهاء يختلفوا مع ان القاعده واحده؟ في حاجه اسمها الاستصحاب، سمعت عنها الاستصحاب؟ ايه الاستصحاب ده؟ الاستصحاب ده في اصول الفقه من ضمن ادله الاحكام اللي ليها تعريف، ثبوت امر او ثبوت حكم او نفيه في الحاضر والمستقبل بناء على ثبوته في الماضي لعدم ورود الدليل على نفيه او ارتفاعه. ده تعريف. فهم؟ ثبوت حكم او نفيه في حكم ما، في مسألة ما، في الحاضر دلوقتي والمستقبل، بناء على ايه؟ على ثبوت الحكم ده او نفيه في الماضي في نفس المسألة لعدم ورود دليل على رفع هذا الحكم فاستمر عليه. ده اسمه استصحاب الدليل، استصحبه معايا على طول. فهمت؟ اتفقنا. يبقى انا ببقى متيقن من الوضوء وشكيت في الحدث، يبقى انا هنا استصحب الحكم الماضي واحطه في الاستقبال والحاضر، يبقى انا الوقت متوضي، لان انا عندي اليقين وطرأ عليه الشك. فهمت ازاي؟ فاستصحب اليقين اقوى من الشك، مش كده برضو؟ يبقى استصحب اليقين، ويبقى انا كده شكي اللي طرأ علي الان ليس له القدرة على رفع اليقين، لان الشك لا يعتد به شرعا. واضح؟ مش كده برضو؟ سهلة. الشافعية قالوا كده، المالكية خدوا بالاستصحاب برضو، قالوا لا الشك كده ينقض الوضوء. الشافعية قالوا لهم ازاي تنقضوا بيه الوضوء؟ احنا دلوقتي مش بنقول الاستصحاب وهو مستصحب اليقين؟ قالوا نعم، لانك قلت يا شافعي انه يستطيع ان يصلي بهذا الوضوء مستصحبا يقين الوضوء، لكن هو دخل في الصلاة بشك في وضوء، فنشك في صحة صلاته، والصلاة لم تنشأ من بعد.
فهو مستصحب الشك في الصلاة وليس فيها يقين صحة من الأول. فهمت المسألة بقى؟ فهمت رأي الملكية قوي ازاي مع ان القاعدة واحدة؟ فهمت الفقهاء يختلفوا ازاي في المناقشة؟ صح؟ الفقهاء يختلفوا في المناقشة ولا لا؟ يعني لو قلت لك رأي الشافعية وروحنا النهاردة تقتنع بيه تماما، لو قلت لك رأي الملكية الوقتي ومن غير تقتنع بيه تماما، مش كده برضه؟ يبقى عشان كده تقدم مع المذاهب، اتقدم مع المذاهب وتناقش، اتعلم مذهب واحد واخلص، اخلص، ما تخشش في مشكلة عويصة. العلماء على مر العصور بقالهم الوقت 14 قرن ما عرفوش يخلوهم مذهب واحد. واضح؟ ليه؟ لأن كل مذهب قايم على قواعد قوية متأصلة. فهمت ازاي بقى؟ فعلشان كده احنا الوقت لما طلبوا مننا اخواننا اولاد فضيلة الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله ونفعنا الله به وجزاه الله خير، ان احنا نشرح فقه. ففي الاول انا شرطت عليهم قلت لهم هنشرح فقه مذهبي، لان احنا لو شرحنا فقه السنة ده مش مذهبي، كتاب فقه السنة ده مش مذهبي، فهنعوم الناس، هنقرأ اي كتاب غير مذهبي هنعوم الناس، وكده هتبص تلاقي البني ادم هيفضل طول عمره يحضر دروس فقه ويفضل عامي حتى لما يبلغ درجة طالب العلم. انت عشان تبتدي طالب علم لازم تبتدي الاول تدرس مذهب عشان يسمى طالب علم، انما طول ما تحضر طول عمرك بتحضر دروس فقه ما بتدرست مذهب معين بتاخد كده رأي من كل حاجة، ما وصلتش لمرحلة طالب العلم، تصير عامي، تعيش عامي وتموت عامي، يسمى انسان مسلم عامي. فهمت ازاي؟ فاحنا الوقت احنا عايزين يا جماعة نبقى طلاب علم. ليه طالب علم؟ لان طالب العلم ضروري هو ده اللي هيبقى في يوم بالايام عالم. طالب علم يعني ايه؟ يعني بتربي عالم، لان احنا عايزين علماء بعد كده يرثوا هذا العلم ينقلوه لغيرنا، والا يبقى احنا ورثناهم العامية، وبعد كده الوقت الناس حتى بتحارب العامية حتى في اللغة، فما بالك العامية في الدين تكون اخطر. هي العامية في اللغة خطير وفي الدين تكون اخطر، وعشان كده الكتب اللي بتتكلم على كل المذاهب وما بتباع في السوق انا في رأيي ان دي خطيرة على الاسلام. ليه؟ لانها بتؤصل العامية في المسلمين، وبعدين بتخلي المسلم يحس بالتسيب، يجي يقرأ كده. طيب الناس اللي قروا الكتب دي كلها، ما ناس كتير قرأت فقه السنة، معظم المسلمين اللي ما قروش على المشايخ خدوا من فقه السنة بتاع الشيخ سيد زابق رحمه الله وجزاه الله خيرا. هو عمل الكتاب ده اصلا بهدف بنية طيبة انه عايز ييسر العلم الفقهي للناس، نيته كانت كده، لكن الحقيقة لو كان خد رأي مشايخه كانوا هيقولوا له لا اكتب فقه مذهبي، واخد بالك ازاي؟ وعمله وهو شاب صغير ما كانش بالغ لدرجة النظر في الأدلة، واخد بال حضرتك؟ فدي كل الحاجات دي تخليك تخاف. فاللي قروا من فقه السنة اسألهم ايه نواقض الوضوء، تلاقي ما يعرفوهاش على الإجمال مع انه أراه. وانا جربت الحكاية دي على فكرة، سألت ناس قروا من فقه السنة ما عرفش يقول لي نواقض الوضوء على الإجمال. ليه؟ لأنه عام، عومه يقول لك عند الشافعية ولا عند الملكية ولا عند، فما لزقش بمخه حاجة. صح ولا لا؟ احنا مش عايزين نبقى كده، احنا عايزينك لما تيجي انت تفتح بلد من بلاد غير المسلمين ودخلتها كده راجل تمام، تبني جامع وتلم الناس، يبقى عندك علوم واضحة تنقلها للناس تخليهم مسلمين زي ما الصحابة عملوا، كانت العلوم في ذهنهم واضحة، دخلوا البلاد علموا الناس انتهت المسألة. لكن هتروح مشوش مش هينفع، فعايزين بالراحة 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 ارجوكم. خلاص؟ يبقى أول حاجة فقه مذهبي نتعلمه، نختم مذهب على بعضه ونعرف أدلته وأصوله ونختمه في كل الفروع. كويس؟ بعد ما نختمه في كل الفروع في كتاب مختصر، وده تم الحمد لله من أكثر من 15 سنة شرحنا فقه الشافعية على في كتاب مختصر، وبعدين بعدها بعشر سنين شرحناها بمختصر بشرح المختصر، والوقت بدأناها في شرح الشرح، يعني احنا ماشيين بس انتوا قابلتوني بعد 15 سنة، واخد بالك ازاي؟ اللي هي في مرحلة شرح الشرح. لكن لازم انك انت تقرأ فقه في كتاب مختصر الاول في كل الفروع على مذهب واحد. انا مش متعصب للشافعية، لكن انا بقول لك ان الشافعية مذهبهم اتخدم كتير واتخدم اكتر في مصر من حيث التأليف والتصنيف، واخد بالك؟ واصبح متداول، ومشايخ الشافعية نشيطين على مر العصور، فكانوا يلموا الطلبة ويعودوا يعلموهم، فانتشر المذهب فبقى ميسر.
واخد بالك ازاي؟ فانت المذهب اللي ربنا يستره لك هو ده اللي اختاره لك ربك. فربنا يستر لك شيخ شافعي اتعلم الشافعيه، يستر لك شيخ حنفي اتعلم الاحناف، يستر لك شيخ مالكي اتعلم المالكيه بلا تعصب، لكن اتعلم بقى مذهب واحد وامشي في سكه واحده، ما تلخبطش نفسك ارجوك، عشان تبني كويس، تبني بني ادم عالم منظم، مخه منظم مرتب، عارف سكته واضحه وهو ماشي. خدت بالك ازاي؟ فدي نقطه هامه. القطه نجسه عند الاحناف، طاهره عند الشافعيه. طيب ربي قطه هتمشي على اي مذهب؟ حاجه تلخبط. ليه ما متلخبطش نفسك؟ متلخبطش نفسك ارجوك. وعشان كده خلينا في مذهب واحد، خلينا نبقى طلاب علم الاول، عشان دي مرحله بذره عالم. طالب العلم ده عباره عن بذره عالم، يطلع شجره مثمره الناس تقطف بعد كده العلم منها تتعلم. واخد بالك؟ مس فرج الآدمي، أي ولو سهوا، ولو سهوا. يبقى السهو هنا والتعمد ملهوش دخل في الموضوع، حتى ولو سهوا. والمراد بفرج الآدمي قبله، والمراد بفرج الآدمي قبول، والمراد بفرج الآدمي قبله خبر، ولو مبانا مقطوعا، يعني مش كده برضو؟ حيث سمي فرجا لان العضو المبان ده، شوف الشافعية اصلهم قال لك العضو المبان ده الذكر ده لو اتقطع اسمه ايه؟ ذكر برضه. ومس الذكر ينقض الوضوء، ده اسمه ذكر ولا اتغير اسمه؟ ما زال يحمل نفس الاسم. شفت طريقة تفكير الشافعية؟ علشان كده لما تعرف ان ليه قال كده، قال كده لانه هو الشرع قال له كده، قال له انه مس الذكر، فهل تغير اسمه بعد قطعه؟ ما تغيرش اسمه بعد قطع. طيب في ذراع المرأة اللي قلنا ذراعها لما خدته كده وانفصل عنها ما ينقضش، لان ذراع المرأة اسمه مرأة؟ ما اسموش مرأة، يبقى ما ينتقضش الوضوء. خدت بالك بقى؟ فهمت بقى طريقة التفكير ماشية ازاي؟ عشان ما تفتكرش ان في تناقض. لا، ده ما فيش تناقض، ده التناقض في اللي مش فاهم، لكن اللي فاهم يلاقي ان الامور ماشية متسقة. فهمت؟ ولو مبانا حيث سمي فرجا ولو اشل. طب افرض ذكر غير عامل، يعني اشل، يعني مش محل بقى شهوه خالص، ده ولا حاجه خالص، برضه اللمس بيه ينتقد. ليه؟ لان اسمه ذكر برضه، مش كده برضه؟ يحمل نفس الاسم، فطالما يحمل نفس الاسم يبقى خلاص. كل التفاصيل دي هو الرسول صلى الله عليه وسلم اختصرها لك، قال اذا افضى احدكم الى ذكره فليتوضا، اختصرها. طب ليه احنا قلنا ذكر غيره؟ قلنا اذا كان ذكر نفسه ينتقد الوضوء به، ذكر غيره افحش اشد فحشا، يبقى من باب اول. ايه رايك بقى؟ مش وجهه نظر برضه حلوه؟ ايه الامام مالك قال لك؟ لا، ده قال ذكره، ما قالش ذكر غيره، يبقى مالناش دعوه ذكر غيره، ما يجراش حاجه، الامام مالك على عينه وعلى راسه. لكن احنا بقول لك وجهه نظر مذهبنا، لان مش ذكر الانسان نفسه ينتقد الوضوء بمس ذكره هو، طب ولو مس ذكر غيري افحش، يبقى من باب اولى. فهمت بقى المساله بقى؟ ليه الشافعيه بيفكروا؟ لان في مفهوم ايه؟ اولوي. واخد بقى؟ مفهوم موافقه اولوي، ومفهوم موافقه مساوي، وفي مفهوم موافقه ادون. والمساوي والاولوي يستدل به، والادون لا يستدل به الا بقرينه اخرى. في الاصول بقى لما تيجي تدرس الاصول علشان تبتدي تتعلم ازاي ترجح وازاي تطلع فروع من الحكم نفسه. ولو اشل وهو في الرجل جميع الذكر، اي حته في الذكر، مش الحشفه اللي هي الجزء اللي بيبان بعد ما الطاهر الولد، لا، كل الذكر. واخد بالك ازاي؟ انما الحته اللي فيها الخصيتين دي ما تسمهاش ذكر عند العرب. واخد بالك ازاي؟ يبقى مسها ما ينتقدش الوضوء، خلاص سهلة. يبقى اللي يقابلها ايه في المرأة؟ يقابلها في المرأة اللي هو الشفة الكبرى، يسموها الليبيا ميجورا. واخد بالك؟ دايما ما ينتقدش الوضوء بلمسها. يبقى اللي بين الشفرين في المرأة اللي هو يعادل الذكر في الرجل، يبقى هو ده اللي ينقض عند المرأة برضه، لأنه هو ده يعادل الذكر عند ايه؟ عند الرجل.
ولو أشل وهو في الرجل جميع الذكر إلا ما نبتت عليه العانة. يبقى جزء اللي نبت عليه العانة الشعر الجزء اللي في جسمه يطلع منه العانة. وفي المرأة ملتقى شفريها أي شفراها الملتقيان وهما حرف الفرج لا ما فوقهما مما ينبت عليه الشعر. وأما البذر وهو اللحمة الناتئة في أعلى الفرج فهو ناقد على المعتمد اللي هو إيه في طهارة النساء يشيلوا حتة منه. واخد بالك ازاي؟ ده برضو ناقد على المعتمد، على المعتمد عند الرملي بشرط كونه متصلا، خلافا لابن حجر في قوله بأنه غير ناقد ومحله بعد قطعه ناقد أيضا. يبقى المعتمد عند الإمام الرملي إن البدر ينقض الوضوء بلمسه بشرط كونه متصلا، يعني إيه؟ مش منفصل، مش مقطوع، خلافا لابن حجر في قوله بأنه غير ناقد ولمس محله. يعني لو طهروها في طهارة النساء ختان النساء ساعات يشيلوه خالص، وده خطأ، خطأ مهني طبي لا نقبله، لكن في بعض الحالات زي في النوبة وفي السودان بيعملوا كده في النساء، لما يجي يعملوا ختان للنساء بيعملوا فيهم الشغل ده. يبقى لو لمس مكانه برضو ينتقد، خدت بالك؟ ومحله بعد قطعه ناقد أيضا، كما قال الشهاب الرملي في حواشي الروض، وقال الشمس الرملي كابن قاسم في شرح الكتاب أنه لا ينقض، ومحل قطع الفرج المحاذي لما كان ناقضا ناقد أيضا. ما أنا بقول لك الوقت لما الرملي يختلف وابن حجر يختلف نرجح مين؟ في آراء برضه في المذهب، داخل المذهب آراء، واخد بالك؟ ما هو ابن حجر برضه كده، واخد بالك ازاي؟ في آراء، في ناس ترجح ابن حجر، الهيتام الحجازيين الشافعيين والمصريين الشافعيين يرجحوا رأي الرملي. ايه رأيك؟ عشان انت مصري؟ اصله من رملة لينجب من مصر، وكان يسموه الشافعي الصغير، كان يسموه الشافعي الصغير. لا ده شمس الدين، مش شهاب، ده ابوه. ما اصل شمس الدين مشيت ورا ابوه في حاجات كتير، واخد بالك ازاي؟ كما قاله الشهاب بشرط كونه متصلا، خلافا لابن حجر في قوله بانه غير ناقد ومحله بعد قطعه ناقد ايضا، كما قاله الشهاب الرملي في حواشي الروض، وقال الشمس الرملي اللي هو ابنه بقى، مش الشهاب بقى، ابنه، كان شهاب الدين احمد الرملي ابنه محمد الرملي، ابنه وتلميذه، وهو ده اللي اسمه الشافعي الصغير، فقى ابيه في المذهب، واخد بالك؟ وكان بعد كده زمايل ابوه يحضروا يتعلموا منه، اللي هم المشايخ اللي كانوا من اقران ابيه كانوا يقعدوا يحضروا على سيدنا محمد اللي هو شمس الدين الرملي. وقال الشمس الرملي كابن قاسم في شرح الكتاب انه لا ينقض، ومحل قطع الفرج المحاذي لما كان ناقضا ناقض ايضا. ايوه وافق، ايوه، لما كان ناقضا ناقض ايضا. يبقى لو الفرج برضه اتقطع ولمس محله، واخد بالك ازاي؟ محل قطع الفرج المحاذي لما كان ناقضا ناقض ايضا. والتقييد بالادمي، قال لك من ادمي، فرج الادمي يخرج البهيمة. محله ده ناقد عند الجميع، الخلاف في المقطوع، الخلاف في المقطوع، لكن محله ناقد عند الجميع. واما قال لك الادمي يبقى نقد ايه؟ فرج البهيمة ما ينقضش. يبقى الراجل اللي بيقعد يولد البقرة ويولد الجاموسة وهو متوضي راجل مسلم وعايز يصلي، واخد بالك؟ يروح يصلي بس يشطف ايده من النجاسه وخلاص، ما انتقدش وضوء. مش يقول له انت لمست فرج البهيم، احنا قلنا فرج الادم ودي بهيم، خدت بالك؟ يبقى الحكايه سهله. او الست اللي بتقيس البيضه الفرخه عند الحضبيض ولا لا، كانوا زمان كده في الارياف، عارفين الحكايه دي ولا ما شفتوش؟ كانت اصل انا جدتي كانت تربي فراخ زمان، كنت لما اروح البلد كانت تعرف، كانت تقيس الفرخه تعرف دي حتبيض، تقوم ايه تحجز الفراخ اللي بتبيض في حته
غير بعيد عن الفراخ التانية، عشان الفراخ التانية ساعات يكسروا البيضة بعد ما تبيض او ياكلوها، فتروح ايه، فهي عايزة تعرف مين اللي هتبيض الاول. فكانت تقيس الفرخة وسألت جدي مرة، بعد ما قيس الفرخة اتوضى قال لها لا اشطفي ايدي. واخد بقى، لانه ايه، لانها بهيمة مش ادم، خدت بالك ازاي؟ واما الجني فهو كالادم بناء على حل مناكحتهم عندنا، واخد بالك ازاي؟ يجوز مناكحة الايه الجني للادم، يجوز عند الشافعية، بيقع احيانا. مش شفت انت فريد الاطرش وسامية جمال في الفيلم كانت عايزة تتجوزه؟ اصل هقول لك حاجة، الجني قادر على التشكل بالاشكال الشريفة، فلو جات البت الجنية دي ظهرت لرجل على صورة امرأة، قادرة انها تجيله على صورة امرأة وقالت له اتجوزني وهو وافق، يحل مناكحتها ولا لا يحل؟ دي مسألة. فهمت ازاي؟ انا ما شفتوش وقع، لكن سمعت انه وقع. الشيخ عبد الحميد البحراوي اللي كان بيحفظ الناس في البدرشين القرآن وانا كنت في ثانوي، والراجل ده كان حافظ القرآن كله اكتر من حفظك انت للفاتحة، دي حقيقة، وكان بيصلي امام بالناس وكان ضرير، ومات عنده فوق 80 سنة، وكان يصلي بالناس، يعني انا لا اذكر صليت خلفه سنوات طويلة عشرات السنين، لا اذكر انه تلجلج في آية، وكان يقرأ باستمرار على طول كده، يعني يختم في الصلاة يختم، يعني مش بيقرأ في حتة معينة، كل مرة يقرأ في حتة شكل وماشي بورده كده يختم على طول. وكان العيال اللي بيحفظهم يقعدوا قدامه وضرير، ده يسمع في سورة الحديد وده يسمع في سورة البقرة وده في آل عمران وده في سورة الحشر وده بتاع، ويصحح ده ويصحح ده ويصحح ده في وقت واحد، واخد بالك؟ إذا كان عجيب في الحفظ. هذا الرجل قال لي وأنا في كلية الطب، واخد بالك، كنت طالب ساعتها، كنت أنا أروح أزوره في بيته كتير، لأنه لما مرض في الآخر كده كنت أنا بروح يعني أزوره وطيب خاطره، صحيح ما بفيدوش طبيا، لأن كنت بزوره وأنا طالب، ما كنتش لسه بقيت دكتور، لكن يعني المهم حكالي القصة دي، قال لي أنا متجوز جنية بقالي 20 سنة. قلت له الشيخ عبد الحميد بطل بقى شغل العفاريت ده، والله قاعد يضحك يقول لي بجد يا دكتور يوسف انا متجوز جنيه بقالي 20 سنة. قلت له مراتك عارفه؟ ده تخرب عليك البيت. قال لي لا ما بقولهاش. لا ما خلفش، ما هو ما يخلفوش، ما حدش قال انهم يخلفوا ولا يتوارثوا كمان، لاختلاف الايه الجنس، لاختلاف الجنس. امال ايه؟ لازم يجيله تقول له ابويا اهو، يلاقي الباب اترزع يعرف انه ان ابوها دخل. شغل عفاريت بقى، ملناش دعوه احنا، ملناش دعوه. شفت حاضرين اهو بيحضروا الدرس الشافعي. كان في شيخ اسمه سيدي العفيفي، عبد الوهاب العفيفي، مدفون هنا في القرافه، واخد بالك، وميت سنة 1200 وشوية هجرية، ومكتوب اسمه في الجبرتي جاب سيرته، وأحمد شوقي ذكره في المدح، في المدح، واخد بالك ازاي؟ فسيدي العفيفي هنا مدفون في القرافة، اسمه العفيف أبو يوسف. كان معروف عنه أنه كان بيدي دروس فقه للإنس والجن، وكان ربنا بيكشف له الحجاب، فكان يشوف بعض تلامذته من الجن اللي ما بيرعوش الأدب، لدرجة ان بيقولوا حبس تلميذ من تلامذة الجن في مدنة الجامع بتاعه 40 يوم عقابا لي. واخد بقى، الناس بتوارث الحكاية دي يعني، واخد بقى، يعني ما فيش مانع ان يبقى في مسلمين من الجن بيحضروا الصلوات بتاعتنا وبيحضروا معنا يسمعوا الدرس وسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كله. احنا مش هنعمل زي المعتزلة ننكر وجود الجن، يعني احنا اهل سنة وعندنا القرآن، المعتزلة انكروا وجود الجن، احنا ما ننكرهمش. المهم، واما الجني فهو كالادمي بناء على حل مناكحتهم. يبقى لو لمس فرج الجني المتمثل في صوره ادمي انتقد وضوء، مش يقول ده جني بقى، لا برضه ينتقد وضوء. فهمت ازاي؟ ادي المساله.
وهو بباطن الكف، اي ولو شلاء، اي ولو شلاء، يعني لو ايده مشلولة او العضو مشلول يبقى اتخذ الوضوء طالما بباطن الكف. ولا او تعددت وهو المعتمد، صح، وهو المعتمد. المعتمد عندنا يعني حل مناكحتنا له، ده المعتمد عندنا. ولو مس الخنثى ذكره وصلى، احنا قايلين ان الخنثى ده اللي هو مش عارفين ده ذكر ولا ايه امرأة، فاذا مس ذكره لا ينتقد الوضوء بذكره، لان ما نعرفش هو ذكر اصلا ولا امرأة، ممكن ده جزء زائد فيه، خدت بالك؟ ثم بان انه رجل، بعد كده لازم هو اعادة الصلوات اللي صلاها بعد ما يكون لمس ذكره، لانه كان صلى بوضوء منتقد. كمن ظن الطهارة فصلى ثم بان محدثا، يعني انت ظنيت انك متوضي وبعدين صليت، وبعدين بعد ما صليت افتكرت انك ما كنتش متوضي، بتعيد الصلاة، تتوضى وتعيد الصلاة، فدي زي كل صلاة صلاها كان لمس ذكره، الصلوات اللي لمس فيها ذكره هيحسب بقى بالتقريب كم صلاة صلاها بالطريقة دي بالتقريب، ونقول له عيدها بالبركة، يعني يقول لك مثلا 20 صلاة، 30 صلاة، يبقى يدها براحته. قوله بباطن الكف أي ولو شلاء أو تعددت لا زائدة، ليست على سمت الأصلية. أو تعددت يعني افرض ربنا خلق له 2 إيدين، في كل دراع 2 إيدين، إيد كده وإيد كده، يا سلام، إيه ده؟ فلمس بأي كف منهم؟ ما في ناس بيبقى عندهم صوابع زايدة، أو لمس بالصباع الزايد اللي هو على سمت الصباع، إيه، على سمت الكف، زائد بعظمة، في زوائد بتلاقيه بلحمه كده بيلف، ده بيتحرك، ده مش مهم، ده لا ينتقد الوضوء باللمس بلمسه، لانه ده ليس على سمت الاصل، لكن احنا بنتكلم على سمت الاصل. في واحد تلاقي اصبعه مفرع فرعين كده، شفتوا انت الحاجات دي؟ يمكن يبقى عنده عضو زائد، هو اصبع زائد او كف زائد على سمت الاصل، يعني على نفس محاذاته، بنفس محاذاته، يبقى ينتقد الوضوء برضه بايه؟ بمس ذكره به. ليست لا زائدة، ليست على سمت الأصلي، يعني لو كانت زائدة وليست على سمت الأصلي لا ينتقد الوضوء بقى. خلاص. ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية، يعني مش عارفين الزائدة فين والأصلية فين، كان النقد منوطا بهما لا بأحدهما بإحداهما، يبقى لو لمس بالاثنين انتقد، لو لمس بواحدة فيهم ومشتبه ما ينقدش، لأنه مش شاكين، واحنا قايلين الشك لا ينقض عندنا، مش كده برضو؟ استصحابا للاصل، استصحابا للاصل، مش كده؟ لان لا ننقض بالشك، لان يعني معاشر الشافعيه لا ننقض بالشك، اما معاشر المالكيه ينقضون بالشك. واضح؟ لا يعيد بقى الصلاة كلها، لا لا، ما خلاص تيقن، بان له أنه محدث، بان حتى لو انتهى، انتقد بواحدة فيهم، لأن احنا مش متأكدين أن هي الإنهين اللي ينتقد به، لأنه مشتبه. وإن أوهم كلام المحشي، مش المحشي، اوعى تقرأ المحشي، المحشي اللي هو كاتب ايه، الحشو يعني، الحاشيه. وان اوهم كلام المحشي، لو كنت في المطعم تقرا المحشي ما يدورش. وان اوهم كلام المحشي خلاف ذلك، ولو خلق له في بطن كفه سلعه، يعني طلع له دم الورم، عضو زائد كده، زائده لحميه في بطن كفه، كيس دهني، اي حاجه اسمها سلعه، واخد بالك ازاي؟ ايه؟ وإن أوهم كلام المحشي، المحشي اللي قبله، اللي قبل شيري إبراهيم البرماوي، لا لا لا، في حاشية على شرح ابن قاسم الغزي قبل سيدي إبراهيم البيجوري، كان للبرماوي، فهو كان بيراجعها قبل ما يكتب، خدت بالك ازاي؟ فيقصدها يعني. وإن أوهم كلام المحشي خلاف ذلك، ولو خلق له في بطن كفه سلعة نقض المس بجميع جوانبها، بخلاف ما لو كانت بظهرها،
لو كانت في ظهر الكف مش مشكلة، ولو خلق له أصبع زائدة في باطن الكف فإن كانت غير مسامتة نقض المس بباطنها وظاهرها كالسلعة، طالما طلع من باطن كف طلع له أصبع زائدة من باطن كفه يبقى بظهرها ببطنها ينتقد الوضوء أنها طلع من البطن، العبرة هي متصلة بها بنين. طيب فإن كانت غير مسامتة يعني بمحاذاة الصوابع، بمحاذاة الأصابع يعني طلع من بطن كفه كده، يبقى ينتقد الوضوء بلمسها سواء بالظهر أو بتقلع، إنها زي السلعة بقت زي الزائدة اللحمية، خدت بالك؟ واضح؟ طيب وإن كانت مسامتة يعني طالع له صباع محاذي لصوابعه زائد نقض بباطنها دون ظاهرها أو في ظهر الكف لو طلعت، فإن كانت غير مسامتة لم تنقض لا ظاهرها ولا باطنها، وإن كانت مسامتة نقض باطنها دون ظاهرها على المعتمد في ذلك، وإنما سميت كفا لأنها تكف الأذى عن البدن، الكف سموها كف عشان بتكف الأذى عن البدن، أول ما حد هيجي يضربك تعمل كده مش كده، يبقى بتكف الأذى عنك من نفسه وغيره تعميم في فرج الآدمي، فلا فرق بين أن يكون من نفسه لخبر من مس فرجه فليتوضأ أو من غيره لأنه أفحش لحدكه حرمة غيره، بل ثبت أيضا في رواية من مس ذكرا فليتوضأ، شوف بالتنكير كده في رواية كده، وهو شامل لنفسه ولغيره. وأما خبر عدم النقد بمس الفرج اللي هو إنه بدعة منك فمنسوخ كما قاله ابن حبان وغيره، أو ريحك يا شيخ إبراهيم يعني الشافعي ريحه خالص، ذكرا أو أنثى، وهو ما بعده تعميم في الآدمي، هو وما بعده تعميم في الآدمي يعني ذكرا أو أنثى. ولفظ الآدمي ساقط في بعض نسخ المتن لكن ذكره أولى ليخرج البهيمة، وإن كان لا يظهر بالنسبة للجن على ما مر فلعل المفهوم فيه تفصيل فلا يعترض به، وكذا قوله أي ساقط من بعض نسخ المتن أيضا وهو أولى لأن ذكره لا فائدة فيه، فإن الفرج شامل له لكن نص عليه للخلاف فيه، فهو من جملة الخامس من النواقض اللي هو مس حلقة دبره، حلقة دبره بسكون اللام على الأفصح، وممكن تقول حلقة مش كده برضو بفتح اللام، لكن الأفصح حلقة بسكون اللام. وحكي أن يونس فتحها، قال الدميري ومثلها حلقة العلم والذكر والحديث، أي الآدمي، الآدمي تفسير للضمير، ومثله الجن على ما تقدم ينقض ظاهره، أي حلقة دبر الآدمي ينقض ظاهره أنه خبر عن قوله مس حلقة دبره، فجعله مبتدأ وقدر له خبر التكون مسألة مستقلة لأجل الخلاف فيها، يبقى مسألة حلقة الدبر للخلاف فيها بين المذهب القديم والجديد للشافعي نص عليها لوحدها، خدت بالك؟ أيوة خدوا من القديم 14 مسألة بس جمعوهم في كتب جابوهم لك بعدين، خلاص درست الحكاية مش مستنيين احنا يدرسوها، هم درسوها خلاص وطلعوا 14 مسألة قالوا ناخد بيها بالقديم، واخد بالك؟ هنجيبهم لك مرة. احنا ليه؟ لا، لان يبقى انت مالكش امام فيها، لان الامام الشافعي تراجع عنه، يبقى مين امامك؟ اذا كان صاحب المذهب نفسه تراجع قال انا مش مسؤول، لما تيجي تقابل ربك هتقابله وتمسحها في مين؟ مش ربنا بيقول ولو انهم ولو ردوه الى الرسول واولي العلم منهم لعلمه واولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، انت مش من اهل الاستنباط فانت بتمشي مع اهل الاستنباط صح؟ فانت الوقت عايز تاخد بالراي ده واللي استنبطه لغاه، تيجي تقول يا رب انا كنت ماشي كده وانا شافعي، الامام الشافعي يقول لك انا بريء منك انا قلت كده، ده انا لغيت كلامي ده من زمان، انت بتتبلى عليا ولا هيقول لك كده على طول. حج على ايه؟ لا خد بالك، اصل الامام الشافعي
من أصول مذهبه، احنا قلنا العادة محكمة كويس، وكان العلوم الحديث إن يعني اختلفت المحدثين استقروا في الأقطار المختلفة. فلما الإمام الشافعي جاء مصر اختلط بإيه؟ علم المصريين وعادات المصريين، فاتضح له علم كان غايب عنه لأنه ما كانش جاء مصر قبل كده، هو خد علم أهل الحجاز وأهل بالمدينة ومكة وراح اليمن وراح خد علم أهل العراق، وبعدين لما جاء مصر فوجئ بأن الإمام الليث بن سعد ده أفقه من مالك وكان مصري، ففوجئ بأن علم أهل مصر عندهم علوم وعادات محكمة عندهم، واخد بالك إزاي، مختلفة، فاضطر أنه يغير لأنه ظهر له أدلة جديدة. وده من كمال إيه؟ اجتهاده، أنه هو ما بيكتفيش برأي واحد ويسكت، لا ده اجتهاده مستمر الإمام الشافعي، حتى المسألة اللي هو خد فيها رأي إذا بان له رأي جديد يغيره، واخد بالك إزاي. وعلشان كده لما جاء مصر عمل المذهب الجديد لظهور أدلة جديدة له ولظهور علم جديد له ولظهور عادات محكمة عنده لم تكن موجودة في الأقطار الأخرى، فهمت إزاي؟ كل الحاجات دي خلت المذهب الجديد ينشأ ومات عليه، يبقى هو ده اللي استقر عليه الأمر، خدت بالك؟ على القول الجديد هو المعتمد، وقوله على القديم ضعيف، والمراد بها أي بالحلقة، وقول ملتقى المنفذ بفتح الفاء كمقعد أي المنفذ، الملتقي كفم الكيس، الملتقى كفم الكيس، لا ما فوقه ولا ما تحته، يعني التقاء الثقب الايه الاست مع الجلد هي الحلقة دي. قوله وبباطن الكف، والمراد بباطن الكف، وقول الراحة، سميت بذلك لأن الشخص يرتاح عند الاتكاء عليها مثلا، وقول مع بطون الأصابع كذلك سلعة نابتة في بطن الكف كما تقدم، وخروج وخرج بباطن الكف ظاهره، كان الأولى ظاهرها بالتأنيث لأن الكف مؤنثة، وعند الإمام أحمد ينقض الظاهر كالباطن، أو جزاك الله خير، وعند الإمام أحمد ينقض الظاهر كالباطن. شوف أنا قريت مثلا الكتاب ده كتير أوي، ما خدتش بالي مذهب الإمام أحمد، إن أنا قريها كتير، الواحد تملي ينتبه لمذهبه أكتر ما بإيه. وعند الإمام أحمد ينقض الظاهر كالباطن، وحروفه أي حرف الكف، وكان الأول التأنيث لما علمت، وهو شامل لحرف الراحة وحروف الأصابع، قوله ورؤوس الأصابع فإذا هرش الإنسان ذكره بها فلا نقض، يعني واحد هرش ذكره برؤوس أصابعه كده ما ينتقدش لأنه لمسه بإيه؟ برؤوس الأصابع. وما بينها أي من النقر المعروفة، اللي هي الحاجات دي النقر المعروفة دي، يعني اما تعمل ايديك على بعضهم كده، اللي استخبوا هو اللي ينقض الوضوء بلمسه، واللي باين ما ينقضش الوضوء بلمسه، لما تحط الكف على الكف كده زي اللي بيسقفوا في مجلس الشعب ساعات يعملوا كده، لا ساعات يعملوا كده، اللي بيسقفوا كده في فرح الصعيدة، فرح الصعيدة يسقفوا كده، يعني وما بينهما أي من النقر المعروفة ومن أصابع ومن أصل الأصابع إلى رؤوسها، فلا نقض بذلك أي بما ذكر من ظهر الكف وحروف ورؤوس الأصابع وما بينها لخروجها عن سمت الكف، أي بعد التحامل اليسير، إنما قيد بذلك ليقل غير الناقد من رؤوس الأصابع، إذ الناقد هو ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير، فلو كان مع تحامل كثير لكثر غير الناقد وقل الناقد، يعني انت لما تتحمل جامد كده في جزء ايه يتخبى اكتر، فهي عايزه تحمل يسير، واخد بالك زي تحمل يسير بس. وفي الابهامين يضع باطن احدهما على باطن الاخر، وفي الابهامين كده يعني يضع باطن الابهام كده على باطن الاخر، لا كده 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 هو بقول لك زي سقفة الصعيدي في الفرح، انا حضرت مره فرح صعيدي لازم يسقفوا كده، ها
انت حطت البطن على البطن كده، انت لففهم يا جدع، هتغش مين اهو؟ لا كده ما تعملهاش كده، حد بيعمل كده؟ لا، البطن على اهو اهو كده، البطن على البطن كده، لا ينتقد خلاص، كل اللي باين بقى ما ينتقدش، سهل باين الجلد اللي ببطن الكف كده ليه شكل غير الجلد اللي ايه ده، حاجة غريبة سبحان الله، ده وبالذات اللي في باطن كف قدم الرجل، القدم ده مخصوص، ربنا خلقه مخصوص، درجة ان بيجي لنا عيانين في حوادث لما يجي له حادثة يتقلع له جلد قدمه كده، وتقعد تعمل له ترقيع، تعمل له اللي ما يعمل، بترسي في الاخر على بتر تحت الركب لانك مش عارف تعوض له الجلد ده، فكل مهما تعمل له يجي يدوس خطوتين تعمل قرحة، كل ما يمشي خطوتين تعمل قرحة، ما تخفش، لكن شوف انت بتدوس برجلك بقالك كم سنة من يوم ما اتولدت ما عملتش ولا مرة قرحة، لكن غير الجلد ده واحد اي جلد تاني يعمل قرحة على طول، ما يستحملش تقل الجسم، فسبحان الخالق يعني حاجة عظيمة. تتمة اخر حاجة عشان نخلص، من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من الاحكام استصحاب الاصل، اهي الاستصحاب اهو، خدت بالك، استصحاب الاصل وطرح الشك وابقاء ما كان على ما كان، ابقاء ما كان على ما كان، حتى القضاء ساعات ياخدوا بالاستصحاب يقول لك يفضل الامر على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء، مش كده؟ استصحاب الاصل لانه جاي لك وفلان قاعد في الشقة وانت ما عندكش بينة ان الشقة دي بتاعتك، واضح؟ وبتقول دي بتاعتك، القاضي يعمل ايه؟ يحكم لليد، يستصحب الاصل، كونه قاعد فيها دليل انه عنده اصل ما، خدت بالك ازاي؟ وعلشان كده قال لك ان الاستصحاب ده حتى في القضاء، حتى في التعاملات الناس بتاخد بيه، حتى في العرف العام الناس بتاخد بيه، زي ما سيدنا داود حكم بالابن لإحدى المرأتين لأن الكبرى دخلت عليه شايلة الواد والصغرى بتعيط، فهمت ازاي؟ فقال لها خلاص هو للكبرى وانتهينا. سيدنا سليمان بقى ايه دخل عمل حركة كده علشان ايه يعني يبين الحق بقى، قال لها بتعيطي ليه وانت بتعيطي ليه، تعال دخلهم على سيدنا داود، قال لهم انا رأيي ان احنا نقسم الولد نصين عشان محدش يطلع زعلان. قامت الصغرى اللي كانت بتولول سكتت ومسحت دموعها، قالت لا 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 انا مش عايزاه هو ابنها. قامت الست الثانيه اتلجلجت فاعترفت، لان لا يجوز الحكم بالقرينه، لازم الحكم بالاعتراف او البينه. فقامت الست الثانيه اتلجلجت، فلما اتلجلجت اعترفت، فطلع الواد ابن الصغير، ففهمناه سليمان وكلا اتينا حكما وعلما، خدت بالك؟ يبقى سيدنا داود حكم بالاستصحاب برضه، خدت بالك ازاي؟ في شرعه كقاضي وابقائها وابقاء ما كان على ما كان، ومن ذلك الا يرتفع يقين حدث او طهر بظن ضده كما تقدمت الاشاره اليه، ونقف على موجب الغسل يوم السبت القادم ان شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون غفلا عن ذكره الغافلون.